ليش يا دعدوش؟ ليش؟ قلت لك بدي اشوفه لابصخة. وليش بدك تشوفه؟ لك بدي اعرف شو صار بالحارة. شو بده يصير يعني؟ لك شبك دعدوش؟ بدي اعرف ابو عامر اشكان مات ولا لساته طيب؟ ليش انت لما ضربته بالفرد ضربت قوي ولا ضربت جبان وخسيس؟ لا يا دعدوش يا باطل عليك، ايه قدحته ضرب بنص قلبه. معناتها مات. لو مات كنت سمعته انا هون. مو هذا اللي هممني هلا. كان شو همك لك كداس؟ يلي هممني أعرف شو صار ببيت أبو عامر وبس. أنا صحتي خلاص، أنا شو فيني أعمل له يا جماعة؟ شو فيني أعمل له؟ أبو جميل عم يقول إنه الولد مريض ولازم يتاخد على الاستخانة. أبو جميل بتولى أمره، انتهى الموضوع. لا تكون قاسي يا أبو عامر. أختي الله يخليك ارحميني. إش كان أمه غلطة، ما بصير تصلح الغلط بغلط أكبر منه. وإش كان هالولد صار له شيء، ساعتها رح نتحاسب كلياتنا قدام رب العالمين وأولهم أنت. شهيرة خانم معها حق، الله يحن عليك حن عليه للصبي. خلاص خلاص، هذا الولد ما فيه اسمه بلوب. بلوب بلوب تقبر قلبي وحياة عمرك، بس الطيب لأخذك بإيدي لعنده. أنا طبت. تقبر قلبي، لسه ما طبت منيح يا حبيبي، وحياتك لأخذك لعنده. تأمر أنت، بس أمور. آخ الله يسامحك يا كداس على العمل اللي عملته. سوت وشي قدام نسوان الحارة وظلمت هالولد الصغير. الله لا يسامحك، الله لا يسامحك يا قداس. على هالحالة نحن لا منكون رجال ولا منسوى قشرة بصلة إذا هالمستورة بدها تضل عند أبو الرجا كل هالمدة. شو هاد يا؟ شو هاد؟ والله مزبوط كلامك يا أبو هاشم، نحن كنا لازم نخلصها منه من زمان، من وقت ما عرفنا إنه هي عندهم. بس شو بدنا نساوي؟ أنت شايف شو اللي عم يصير بالحارة؟ لا تحط لي أعذار مختار، مشان الله لا تحط لي أعذار. أبو هاشم معه حق يا مختار، نحن تأخرنا كثير تخليص حربة أخوه من أبو الرجا، غير هيك نحن لازم ننتقم منهم على الشيء اللي عملوه بحارتنا هذيك الخطرة. أنا رأيي يا جماعة نشوف أبو عامر شو بيشور علينا. أنا رح روح لعنده شوفه واسمع منه شو بيقول وبخبركم. قول الله أبو جميل، الله معك. يلا السلام عليكم. مع السلامة. أنا ما رح استنى أبو عامر إذا بده يضل هيك. أنا رح اشتري سلاح واشتري رجال لحتى أخلصها منه، ولو بده يكلفني كل مالي. يا مون خلينا بكره نروح نزور أختي كاملة، من وقت ما طلعت من الحبس لهلا ونحن ما شفناها مثل العالم والناس. إن شاء الله يا مون، بعد كم يوم منزورها. وليش هالكم يوم يا مون؟ خلصنا بقى، سكتي سكتي عفا. لا ما بدي اسكت، من يوم ما صهري أبو عامر تجوز هي فوزية ونحن ما زرنا أختي إلا كم زيارة بينعدوا على الأصابع. لك 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 على هالقصة ما بتتذكري يا مون؟ يا ما قلعتنا وياما كشت وشها فينا وياما وياما بهدلتنا بس مشان ما بقى نزور بيت اختي. لك يخرب بيتها يخرب بيتها، شو قويه تقولي اكلين من مال ابوها. معلش يا مو، الله يرضى عليكي، ما بيجوز نحكي عليها هلا، لازم نسامحها. ايه الله يسامحها، بس لازم نزور اختي وزياره طويله طويله يا مو. ايه خلص مثل ما بدك، منزورها لاختك زياره طويله. سكتي على نصتك بقى. وشي بكسر الظهر يا ابو جميل؟ عم تربي ولد 7 سنين ونص ويطلع مو ابنك، مو بكسر الظهر والراس؟ انا شايف انه البلد اغلى من الولد والمال والنفس، ما هيك ابو عامر؟ معك حق، البلد اغلى من كل شيء يا ابو جميل. شنو قعدتنا ببيوتنا زعلانين على اللي صار معنا؟ معناها راحت البلد وراحوا ناسها. ما راح شيء يا ابو جميل، لانه بنعرف غريبنا.
ومنعرف من هو أبو الرجل اللي هجم على حارتنا واللي اعتدى على حريم أبو هاشم واللي حاوي عنده أرزل الناس. يا أبو عامر، نحن لازم ننظف البلد من جوا بالأول، بعدين بصير سهل علينا نقلع الغريب لبرا. حماك الحماك. معلمي؟ ايه. هاي الله هدى بالك ونعرف مين قتل المرحومة بنتك، والتاني الله ستر عليها ورجعت لبيتك. قول عبود شو بدك؟ معلمي بدي احكي معك مشان زواجتي. خلص رح جوزك، بس عندي كم يوم لرتب اموري. كم يوم يعني معلمي؟ يعني شغلة 10 ايام ان شاء الله، بتقولوا الامور جاهزة على التمام اذا الله. يا الله لا يحرمني منك يا معلمي. وشو بدك يعني ساوي من هول 10 ايام معلمي؟ شو بدك تساوي يعني؟ يعني دور لي على غرفه واستقريها معلمي؟ لا 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 تستقري لا غرفه ولا شيء، لاني ناوي اسكنك عندي هون بالبيت. صلاة محمد معلمي، ناوي تسكنني عندك هون بالبيت؟ ايه يا عبودي، انا ما عندي صبيان، الله حرمني خلفه الصبيان، الف الحمد لله، وانا بعتبرك واحد من اولادي. يا ربي لا يحرمني منك ويطول لي بعمرك ويعطيك لا يرضيك يا معلمي. من بكره بكير بتروح لعندن منهم، خلي يجهزوا حالهم، نحن ثلاث ايام نكون عندهم. الله يعزك يا كبير. الله يديمك، ارتحت هيك؟ لا والله ما في راحه يا كبير لحتى طوله لابتعاس، واعرف منه مين اهلي ومنين سرقني هالواطي. ان شاء الله خير. على الله ما يكون نسيك. شلون يعني؟ ما بعرف، الزلمه كبران. قلتوا لي عمره فوق 60 فوق 70. شو يعني؟ يعني الزلمه بهالعمر يمكن ما يتذكر، يمكن ينسى منين اخذك لحتى نعرف مين اهلك. ايه بس ابي قصدي هذا الزلمه اللي رباني هو اللي قال لي انه اسمه ابو دعاس. ايوه. طب بركة في ابو دعاس ثاني، او هذا ابو دعاس ما له علاقه بالشغله. ما بصير، لانه هذا الزلمه كل الناس بتعرف انه هو اللي بيخطف الاولاد الصغار. إذا كان هيك ما لازم يعيش بنوم. بس أنا بدي أقتله بإيدي، بإيدي هي يا كبير. لازم يموت هو وكل واحد من أمثاله. قداس، بدي إياك تجرب حالك بشغلة على طول نحن بنعملها مع الناس الساكنين حوالينا. شو هي عقيل؟ بس تطلع مع دعدوش رح يقول لك شو هي الشغلة. بس أنا يا معلي. أنت شو يا كداس؟ يعني أنا لسه ما تعافيت منيح. الشغلة بدك تروح عليها ما بدها تعب كتير. ماشي، أمرك معلي. روح هلا روح. حاضر حاضر. سيرك اللي بتوصلك لحبل المشنقة على عملتك اللي عملتها مع اولاد الفحام الله يرحمهم وقت اللي راحوا بالحريم. يا واطي صدقني يعني مو بقصدي صارت القصة. خلاص عود عود، لف ودوران علي لا تعمل، فهمت؟ حافظك، بعرف كل قصصك كل سيرك، بس انا بدي ساعدك، بدي ساعدك لتطلع برات الشام كلها. وكيف بدي اطلع برات الشام وانا ما معي مصاري يا مظهر بيك؟ رح اعطيك مصاري ورح اعطيك شيء يكفيك توصل للاناضول، منيح؟ ايه منيح منيح. الله الله يديمك ويرزقك. ايه بس مثل ما انا عم ساعدك كمان انت بدك تساعدني. انا خدامك مظهر بيك، اطلب وانا عيوني لا جاهز. مختار حابب يرتاح من الدنيا وانت بدك تقتله. اليوم عند صلاة الصبح تستنى المختار ليطلع من بيته وهو راي على الجامع بتناوله إياها، وبتحمل درب طريقك وبوشك على الأرض وما بتطلع من الأرض لأبعت لك خبر، فهمت؟ يعني ما أجي على الحارة لهون أبداً؟ لحتى أنا خبرك والمصاري بتوصلك لعندك.
بأمرك مظهر بك. حاضر. وبتدير بالك لا تخلي حدا يشوفها. سيك سيك ضبو ماشي. يا الله يا رب يا رب يا الله يا الله. بشري ألف مبروك ألف مبروك ولد ولد. الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا رب الحمد لله يا رب. إن شاء الله بيرفع بعزك ودلالك وبتجوزها وبتفرق بحياتك يا أختي. يا الله الحمد لله يا رب الحمد لله على نعمتك وعطيتك. الحمد لله يا رب العالمين الحمد لله. يا الله مشان ما قتلك. انت لازم تموتي لازم تموتي انت وابنك. بسم الله بسم الله بسم الله. يا رب يا رب تعافيك يا رب تعافيك يا رب. دخيل اسمك يا رب دخيلك يا رب. تعافي هالولد يا رب يا رب. تطلع دخيلك انا ما لي غيرك. دخيلك يا رب تطلع بهالولد.
الواطي؟ مين قوى السرعة؟ مات المختارك يا شباب! لك يا شباب مات المختار! شو؟ يخرب بيتك! هاد عندي! ساعدوني! ساعدوني! أنت لازم تموت من الواطي! لازم تموت! موت! الله لا يرحمك! الله لا يرحمك! قتلوك يا تاج راسي! أعوذ بالله! أعوذ بالله! مين قتله؟ مين قتله؟ لا حول ولا قوة إلا بالله! إن لله وإنا إليه لراجعون! شو هاد؟ شو هاد؟ نعمل هيك؟ رحمة الله عليك يا أبو حسني! رحمة الله عليك! يا شباب احملوه على بيته! يلا عمي يلا! يلا شباب يلا! يا صبري! لا اله الا الله يلا حمسوا شباب يا رب يا رب يا رب يا رب لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله مين اللي قتل كامل؟ انا اللي قتلته. ليش قتلته؟ لانه قتل المختار ولانه اجى وص علينا. نحن شو عم نساوي هون ولا؟ واحد شاف اللي قتل المختار هربان، شو بده يعمل؟ بيكمشوا بيجيبوا لعنا ابو عامر. اخي ما قدروا يكمشوا لحتى سلخوا بالسكين. قلت لي بالسكين، بس يا ابو عامر هذا كمان مقوس برصاص. الفرد اللي قوسوه فيه وينه؟ ليكو بشير افندي، شلحوه فرده وقتلوه فيه. بعدين برصاص ولا بغير رصاص، واحد هربان وقاتل المختار وعم بيقوس على كل واحد عم يشوفه، شو بدك ياهم يعملوه؟ ابو عامر قلت لك بكم شو بيجيبوه لعنا، نحن منتصرف وكل واحد يتصرف لحاله. ايه كلامك مزبوط ومعك حق، بس الناس لما بتاكل رصاص بدها تدافع عن حالها وترد. بعدين اللي ميت مختار مو قدنا. طيب على كل الاحوال بعد التحقيق نعرف كل شيء. اذا طلع كامل هو اللي قتل المختار نتصرف تصرف تاني. وفيق. نعم سيدي. خذوه 30 لا غريب. بأمرك سيدي. هات سلاحك وبرد. هات عسكر جاهزين سيدي. السلام عليكم. السلام. يلا جميل، انت وصبري وماجد شيلوه من هون، خلونا نلحق الصلاة يا جماعة. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. شي خشب ومزهربة؟ هذا اللي بدي اياه. لو كامل من قتال كان بدي لك تقتله. لا الله ريحني وريحك منه على اخي. خلي عينك على الحارة منيح. كاميرا حامي لو كل مالا عم تستوي الشغلة. ايه عم تستوي عم تستوي والحارة هيك صارت باخر ايام. يرجيني فيها يوم. تقبر قلبي يا أبو سعيد على هالخبر، أحلى خبر سمعته بحياتي. لا 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 ألف الحمد لله يا ربي، ألف الحمد لله يا ربي اللي سمعت عنه إنه قتلوا قتلوا ريحوني يا أبو، قتلوا قتلوا ريحوني، ألف الحمد لله. أي تقبريني الله دخيل اسمه أخذ لك حقك من اللي عمله فيكي. ألف الحمد لله يا ربي، الحمد لله، الحمد لله يا رب، الحمد لله. ده كان لك يا بنتي حتى تعرفي الله ما بينسى حدا والظالم إلا ينال جزاؤه. ابن عمي وما نعرف ليش قتله للمختار. والله يا أم سعيد ما حدا عارف، بس هلأ نحن شو بدنا؟ بدنا الحمد لله إنه الله خلص لنا المجرم كامل. الله يلعن الشيطان، ما حدا كان حاسب الحساب. لك انا الحق علي، لو لحقته لغريب ما كنت خليته يقتل كامل قبل ما نعرف منه ليش قتل المختار رحمه الله عليه. وهلا يا جماعه كيف بدنا نعرف ليش قتلوا المختار الا ما تنكشف؟ لا حول ولا قوه لا حول ولا قوه. قوموا عمي قوموا خلينا نطلعهم يلا. لسه بكير الظهر مطول. لا بينما يجهز للدفن تكون صار صلاه الظهر. لك هاشم شو بدنا؟ شرف شيخ. قولوا الله شرف 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 شرف. قولوا الله شرف حلو يا جماعه. يلا شرفوا شرفوا. يا رب. وشو عم تستني يا ام كداس؟
ما تاخذيه على المستشفى. بس يا خانو. بس شو؟ ما معي مصاري. طيب ما تحكي من أول ما فتي لعندي. خجلت منك. وهي فيها خجل يا أم كداس. مسكي خديه على المستشفى بسرعة ورجعي طمنيني. حاضر حاضر. حسبي الله ونعم الوكيل. نحن جاهزين، خلينا نروح نساعد النسوان بمصيبتهم. يا ريتها جنازة لكداس، لكن انت عامل له أحلى مولد. يلا هلا امشوا امشوا. شي اللي بدك يا صار معلي، جبنا البضاعة كلها والرجال، شي مات وشي هرب، وجبنا كل شي كان معه. بري عليك لك كداس، بري عليك. خدامك سيدي خدامك. يا هيك الشغل يا بلا، هدول رجال خرج الواحد يعتمد عليهم لك ابني. اسمع انت وياه وياه، كداس من اليوم ورايح حيكون ايدي اليمين، وكلمته من بعد كلمتي. بدي الكل يسمعوا كلامه، مفهوم؟ مفهوم. ودوا الغنايم والحاني انت على الخيمه. امرك معلم. يلا شباب يلا، فوتوا الخيل وسقوهم، فوتوا الغنايم على الخيمه. يلا يلا تحركوا، حرك. شو بك دعدول؟ يلا معهم، ايدك معهم. يلا قوام. ايه شو علي لك كداس؟ يصير خير. يلا قول يا رب. حركوا. روح غريب، يا دوب تلحق الجنازه. روح. وبعدين سيدي؟ بعدين رجالي عندي مشان اعطيك اخلاء السبيل، رح اعتبر الشيء اللي صار دفاع عن النفس. كتر خيرك يا بشير افندي وربي يعزك. لمن اصل؟ مع السلامه. على راسي بشير افندي. اهلين مظهر بيك. السلام عليكم. اهلين صهري، كيفك؟ والله الحمد لله. شو؟ لقيك طلعته لغريب من عندك؟ ايه والله. وكيف هيك حتى طلعته؟ الشاب قتل كامل دفاع عن النفس. وان شاء الله تاكدت انه كامل هو اللي قتل المختار. طبعا. ايوه، شلون تاكدت؟ الشغله واضحه مثل عين الشمس. ما في حدا من الحاره له مصلحه يموت المختار الا كامل. ايوه. ليش بقى؟ لانه كان عم يبعث له الشباب يعرفوا وين مطرحه عشان يمسكوا ويحاسبوا على عملته مع المستوره بنت الدومري. يا سلام عليك، يا سلام. صدقني انا جاي لعندك لاقول لك تطالعه، لانه باين انه غريب ما له علاقه بالقصه. بعرف بعرف، انت ما بتمشي غير مع الحق، وما بيهمك غير اهل حارتك وبس. ولو يا بشير افندي، انا ابن هاي الحاره، وما بيهمني غير مصلحه الحاره، وما بسمح لابن مرأة يعمل مشاكل فيها. والله اصيل يا مظهر بيك، اصيل. وغريب جاهز يروح معنا يا كبير. كثير منيح، معناتها كمان خول شابين ثلاثة وبرشك لعبتهم منه. بأمرك. الله معك. وينك؟ مثل ما فهمتك بتقول. صار يا كبير. زمان كان لازم يصير فيك عم يقطع عم بيع. شو طولت كثير. حماك، هات شاي يا مستو. عود ابو جميل. يلا. بس هلا كان اوانك. سيدي الله يسامحه على عملته. عادل لا تنسى سهرة اليوم، بدك شيء؟ وين رايح؟ رايح نجيب الشقفة تبعنا. ايه كبرها لا تنسى. شو اخذت رجلها؟ كبرها. لعيونها. الله معه. وينكم يا حريم؟ ابو عمي. منيح اللي جيت. خير. الولد ضعفان كثير، ومكداس اخذته على المستشفى، ومالي عرفان شلون بدي اطمن عليه. ماشي ماشي، هلا بس ترجع بتشوف اياه. ايه بس تاخرت كثير. ما بتتاخر، لا تخافي. حط الغداء ابن عمي؟ ايه الله يرضى عليكي، حطوه بسرعه مستعجل. يلا. الله يخليك، بعت حدا يطمنا عنه. اختي هلا بتجي، اذا تاخرت ببعث لك حدا يشوفها. بدي اياك اليوم بس نروح على السهره اللي عند ابو الرجاء. لا تفوت على خيمته، بدي اياك بعيد مشان تضل صحيا. شو هالحكي عجيب؟ ليش بقى؟ بس تعتم الدنيا منيح بتقرب لقرني قريبه، بس ما بتخلي اشوفك انسى، وتضل هنيك لحتى اجي انا لعندك. على راسي، بس يعني ليش بدك يعني اضل بعيد وما اسهر؟ ليش بدك تحرمني من السهره؟ مثل ما قلت لك بتساوي،
وخلي سلاحك جاهز، وقبل ما تروح السهرة شو عندك رصاص خده معك. عديد والله خيالي، شو في فهمني؟ حاسس لك كأنه اليوم التصوير مع مكي، لذلك لازم يكون جاهزي. بأمرك عديد، بأمرك. أنا كتير كتير مبسوط منك مظهر بك. تسلم يا سيدنا تسلم، وأي شيء بيلزمك عندي أنا جاهز. ميرسي ميرسي بيا. بس في شغلة حاب لك عليها. ما هي يا سيد مظهر؟ أنا بقول لك ما هي. لمن قتل المختار وانقتل اللي قتل المختار، بشير ما طالب أهل الحارة بالسلاح اللي انقتل فيه المختار كامل. يعني بشير مظهر؟ يعني بشير عم يروح أكثر مع أهل الحارة وما عاد عم ينفذ أوامركم. يعني بيتعامل مع أهل الحارة وما بتطيع أوامرنا؟ كأنه هيك القصة، هيك شوي. شكراً لهذه المعلومة الخطيرة مشي مظهر. يعني الحقيقة بشير صغير كتير على الكلام صغير. حاشك. يدير وشه، خلوه ماشي ورانا. ايه ايه انا راح اسبقكم ونلف عليهم وراكم وتجهز لحالك. دير بالك. حياتي يا رب. مطرح ما يسري يمري لك ايه دخيل هالخدود مثل صدر البقلاوة. تفضل تفضل يا عمري. تسلموا يا قلبي. صحة وهنا. يبشوني على العيون. لك يبشني انا بعصبه. قومي قومي شوي. شو بك عودكم؟ لا تعبي جيوبك مصاري، بس رح تتركون هون وما تقدر تاخذ شيء معك. ليش لك دعدوب؟ لانه ما رح يتركونا بحالنا، بدهم ايانا نضل عندهم، نضل عندهم طول العمر. هي بسيطه من الليله دوبارا. شلون لك كداس؟ شلون؟ ما شو شلون؟ هلا بنعمل حالنا معهم ولا كانه في شيء، بس نعبي جيوبنا ذهب، شي يوم مندبر حالنا ونهرب بدون ما حدا يحس علينا. بس انا ما بقدر ارجع لحارتي الا ليموت صياح. ومين سمعك؟ أنا ما بقدر أرجع حارتي ليموتوا كل أهل الحارة. لوين نروح لك كداس؟ لوين؟ على الأناضول، فلفل وقرنفول. على الأناضول؟ أقول على الأناضول شبا؟ قوي عم يقول. حامد يهزوا بدنك الغريب. رعبتني شباك. ليش هيك رفعها؟ ما فكرت اهرب ولا اطلق ببيت النار. عتفان مين بده يهرب؟ انا بدي اهرب. ليه لا اهرب؟ اهلين بحامد. اهلين صياح. اهلين بكلب البيك. والله اهلين بالشباب. ليش ملاحقنا ولا واطي؟ انا ملاحقكم. لا اعوذ بالله، انا كنت واصل مشوار لعند رفيقي لهون بقى. ايه هلا راح اخذك لعند رفيقك انا. لك صياح والله مهزوز بدني من كذا قصه من الحاره، اجى على بالي الحشيش، قلت لحالي بصل مشوار لهون لعند رفيقي باخذ من عنده هيك. ايه شقفه. هلا عند رفقاتنا مليان حشيش. الحق. ايه والله والله عنحق. صياح صياح الله ما بدك تروح على تمسايه المختار ابن عمي؟ يعني طلعت بجنازته ما بروح على تمسايته؟ بصير الحكي. يسلم لي اللي قلبه ابيض. انا الله يسلمك يا امي. كل شيء لحال. هلا المختار ديار الحق الله يرحمه، وانا واجبي مع كل اهل الحاره كون منيح، والمختار واحد من اهل الحاره. الله يقدرك على فعل الخير يا ابي.
الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. طول أذان المغرب؟ قرب يأذن. السلام عليكم. زدتهم زدتهم. السلام عقيد. من وين؟ هذا اللي كان عم بيراقبنا ليعرف مطرحكم. هذا أنت اللي عم تخبر علينا يا واطي؟ أنا ما بعرف شي عنكم ولا بعرف شو عم تحكوا. الرجال عم بيقول ما بيعرف شي عنه. إيه ما بعرف شي، ما بعرف شي بتاتا أنا. كذاب أنت ولا حامد، أصلا من يوم يومك كذاب، وكل شي صار بالحارة كنت دغري توصل لمعلمك. لك والله ماني كذاب، صدقني ماني كذاب. اسمعوا لا حامد، إذا ما هلأ بتقر مين اللي بعتك بتكون حفرت قبرك بإيدك ولا؟ قلت لك ما حدا بعتني، وكنت عامل لك وين رايح؟ شو بناته مشني صياح؟ احنا بلاد حارة. عزام قول للشباب يحفروا قبر لهالواطي. مشي. لا بوس ايدك، بوس ايدك. شو بوس ايدك صياح؟ شو عم تحكي انت؟ لك انا احكي لشوف. قروا لك. قلت لك والله ما دخلني. باينتك ما راح تحكي لحتى تشوف دمك حميمك. لا احكي، لا احكي. هات لشوف مين اللي بعتك. مظهر بيك هو اللي بعتني وراك مشان اعرف قرنتكم ويخبر الفرنساوي. ومين اللي خبر الفرنساوي عن مطرحنا؟ مو انا، ما مظهر بيك هو اللي خبر. ومين قال لمظهر؟ مين يا واطي؟ احكي عم قال لك ولا احكي. انا قلت له لمظهر بيك. وانت شلون عرفت قرنتنا؟ لما شفت القبضاي فايت على المضافه وحكى مع المختار لحقته مشان اعرف قرنتكم. هيك لك اي انت بيعرف اسرار كثيره. انا بقول خلينا ناخذه ونقرره على ميت بعد. خذوا عزام. قولك وين صياحت ابو شرف؟ دخل على عرضك نحن الوقت حرر. يا شيتو شو واطي؟ ايه صياح، جماعتك جاهزين؟ مشان شو عقيد؟ شو بقى صياح؟ مشان نهجم على ابو رجا. ايه بدنا ناجلها شي يومين عقيد، لانه صاير مصايب بالحاره. شو صار؟ المختار انقتل. إن لله وإنا إليه راجعون. وأبو عامر صايرة معه مصيبة كبيرة كتير. ليش شو صاير معه؟ والله شغلة كبيرة كتير يا عقيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. مطيع، مين حرق له دكانته ولا؟ مو انا. احكي. كداس. وليش لا يحرقها كداس؟ مظهر بيك هيك. والله لا يوفقك انت ومعلمك. مظهر بيك هو اللي قال لي قلو لكداس يعني هيك. ونايف، مين قتل نايف؟ انا ما بعرف. قسما بالله اذا ما بتحكي مين قتل نايف لحتى خلي بزر مخك يطلع قدام عيونك كلها. خلص بحكي بحكي. احكي لشوف. دعدوش، دعدوش هو اللي قتله نايف. مين هاد دعدوش؟ واحد من رجال ابو صخر. ايوه هيك لك. ابو مرعي اعطاه مصاري مشان يقتلك الك صياح. عم بالغلط راح قتله نايف كل فكره انه انت. وغازي مين اللي قتله؟ درغام. وليش لقيته درغام؟ مظهر بيك الله يهز بدنه هو اللي بده هيك. مظهر كمان؟ ايه، ومظهر هو اللي قوص على صخر ابن ابو صخر مشان تعلق لحارتين وبعضها.
وليش لحتى يعمل هيك مظهر؟ بدي اخذ تارو من كباريه الحاره لانه ابوه انشنق قدام كل الناس. ايوه هيك لك يا عم. كل هاد يطلع منك من مظهر؟ لك بلشتوا الناس على بعضها وقتلتوا ناس بلا ذنب مشان ترضوا حقدكم يا كلاب. بس انا والله ما قتلت حدا. ما قتلت حدا. صدقني ما قتلت حدا انا. عقيد هالوقتي صار بين ايديك. اعمل في اللي بدك اياه. وصل صياح. عزام مور عقيد خذوا لعندك مشان احاسبه. يا مولاي صياح على حب الله. صياح والله ما عاد عيدها. لا تروح الله يحفظك يا بطل. الله يلعنك. شو واطي مثلك مثل سيدك مظهر الكلب. اهربي معنا يا حورية. يا ريت بقدر اهرب معك. يا ريت. بتقدري؟ والله بتقدري. ما رح اقدر. شنو خايفة منه لقومي يكشفوكي وانتي هربانة معه ويعذبوكي يمكن يقتلوكي يا صفية. شلون رح يكشفوني ويكشفوكي شكان هربنا سوا؟ انا ما بقدر اتحرك خطوة واحدة قبل ما فوت كل يوم عند ابو دعاز وضلني قاعدة جنبه لحتى ينام. بس هو طلقك يا حورية. ولو كان طلقني هو ما بيقدر ينام وإلا لكون قاعدة جنبه. يو وش كان فاق وما لقاني قاعدة جنبه رح يبعت كل الرجال يدوروا علي وساعتها رح يكشفوكي وانت هربانة معه. الله لي يوفقه يا حق. بس وعديني وعديني إش كان قدرت اهرب من عنده انك رح تحميني يا صفية. بوعدك بوعدك اني رح احميكي وحطك بعيوني. مو بس هيك رح تعيشي معي بالبيت طول العمر. يا رب يا رب طالعني من هون يا رب. آمين تقبليني. بس الله يخليكي ويوفقك. غطي علي قد ما بتقدري لما بدي أهرب. بإذن الله شغلتك ميسرة. بس المهم لازم يكونوا كل الرجال جوا الخيمة. إيه. الله معك يا صفية. بس أمانة لا تنسينا. أمانة الله لا تنسينا يا صفية. لا أيوه. شلون انساكم؟ روحي يا بنات. ربي من عالي سما يستر عليكم. يلا قوموا قوموا أحسن ما نتأخر عليهم. يلا. يخرب بيتك من حاله. لك العمى ضربك على العملة. ليش شو عملت انا؟ لك شو عملها؟ لك خنت الرجال بشرفه وعرضه وكرامته وصار له سنين عم يربي ولد مو ابنه. شو هالحكي يا بصخور؟ مثل ما سمعت يا بضاي. هلا ابن ابو عامر ابنك لك خداس؟ ايه معلم ابني. وبيقولك العين قوية. ايه عامر ابني وما رح يهدى بالي لحتى يرجع لعندي. لك اسمع عم يعترف ابن عاصته كمان. لا خلصنا بصخر خلصنا. قداس هلا واحد من زلمي ومن حقه يرجع ابنه. شو انت عم تقول هذا الحكي يا بضاي؟ شو صار يعني؟ شي تم برضا الطرفين. ما هيك لك قداس؟ مزبوط معلم لك. وزلمي حب يروق شوي. شو صار يعني؟ صح على قلبه معلم. بس بدي رجع ابني لحضني الله يوفقك. ايه شو عليه؟ من رجعه؟ اطمن ابنك صار عند امك. عند امي؟ ايه عند الميمة تبعك وقت اللي دري ابو عامر بالقصة قام قلع الولد اخده الشيخ وحطه عند امك لتربيه. ريحتني. روح الله يريح بالك يا عقيد. طمن لك قداس طمن. رجعت ابنك صارت لك سهلة كتير. Uh-oh.